السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هناخد مثال على التصميم البارامتري، اتكلمنا عنه في محاضرة قبل كده، فخلينا نشوف ازاي نعمله على الريفت من غير ما نستخدم الداينامو. هاجي هنا من فايل واقول له ان انا عايز اعمل فاميلي، ممكن نعملها كونسبشوال ماس اهوت. طيب انا ممكن ابدأ ارسم على الناحية دي او الناحية دي، او ممكن ارسم على الليفل دوت. هاجي من الليفل ده اقول له ان انا عايز ارسم السي بي لاين، ممكن تحدد اكتر من نقطة زي ما انت عايز، ولما تخلص ممكن تدوس اسكيب هيخليك النقط وهيخرج من الامر. طيب انا عايز النقط ديت، ممكن ابدأ ارسم عليها اي شكل انا عايزه. ممكن تقول له انا عايز ارسم هنا، حددت بالست ان هرسم الناحية دي. ممكن الورك بلان تخليها مفعلة معاك وتقول له مثلا عايز ارسم شكل خماسي سداسي ثلاثي زي ما انت عايز اهوت بالشكل دوت. طيب نروح بقى للنقطة التانية اهوت، وهقول له برضو ست، واقول له انا عايز ارسم هنا، وروح مختار برضو الشكل اهوت. طبعا تقدر تغير الحجم زي ما انت عايز. يعني ممكن تظبط الحجم انهم كلهم قد بعض، مثلا كلهم 5 متر، كلهم 4 متر زي ما انت عايز. واقول له هنا ست لاخر واحدة، واقول له هنا ان انا عايز اقسم شكل بالطريقة دي. يطلع عندي الاشكال بالطريقة دي. ممكن اروح اعمل بقى سيلكت عليهم، من خلال كنترول، بعد كده هقول له كرييت فورم، فبدأ يعمل لي الفورم بالشكل دوت. تمام، ممكن اعمل سيلكت عليهم كده، ممكن اعمل سيلكت كده، انا عامل الجانب كلها. اجي بعد كده اقول له ديفايد سيرفيس، وبعد كده هنا اختار الباترن اللي انا عايزه. يعني ممكن على سبيل المثال مثلا نختار الشكل دوت او دوت، يبدأ يجيبهم بالشكل دوت. طيب انا عايز في اليو جريد دي مثلا 60، يستعمل على 60 حتة بالشكل دوت، على اساس ما يبقاش الشكل بايظ بالشكل دوت، فيعملها لي بشكل زي ما انت شايف. طيب لو عايز انا اعمل تكوين خاص بيا شكل جديد، فممكن اجي هنا من فايل، وبعد كده هقول له انا عايز اعمل فاميلي جديده، والفاميلي دي اختارها كيرتن بانل باتر بيست. تطلع عندي حاجه بالشكل دوت. لو انت عملت سيلكت هنا هيقولك اختار بقى انت عايز ريكتانجل، عايز اي شكل من الاشكال ديت. فانت تقدر تختار الشكل اللي انت هتبني عليه. انا مش هديك حاجه جاهزه، بس هو هديك حاجه تبقى بسيطة تقدر تبني عليه. طب لو احنا اخترنا الشكل دوت وانا عايز ارسم هنا شكل معين ابدأ ابني منه، فممكن ابدأ احط مثلا البوينت ديت، والبوينت دي نفس اللي احنا عملناه هناك، هقول له هنا ست، وممكن تعملها مثلا بشكل دائري او اي شكل انت عايزه. تمام، هقول له ممكن تقول له شو، وريني الحاجة اللي انا عايزها. لو انا عملت سيلكت بقى على الخطوط ديت وعلى الدائرة ديت وقلت له كرييت فورم، فهتتكون معايا بالشكل دوت. ممكن بقى اقول له حملها لي في الفاميلي. اوكي، طيب دلوقتي برضه هعمل سيلكت على الحدود ديت بالشكل دوت. كل الجوانب. طيب هقول له مثلا عايز اختار فاميلي 5، فيبدأ يطلع لي التشكيل الجديد. تقدر طبعا تغير النمبر بتاعه في اليو جريد والفي جريد لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه.
يطلع معايا بالشكل دوت، تمام. دي اقدر احمله في اي مشروع ونبدأ نشوف هيبقى معمول ازاي. بلودنت بروجكت حمله مثلا في المشروع دوت، زي ما انت شايف الشكل ده. لو حاولت تعمله بالاسلوب العادي ومانوال هياخد وقت كتير جدا، بينما لما استخدمنا البراماتيك واستخدمنا نظام السيستم اللي هو الماس اللي موجود في قلب الريفت، قدرنا نعمله بسهولة. هاجي هنا اقول له اوكي عشان يظهر الماس. دي الصورة اهيت، تمام. ممكن يكون في زي قطع كده بسبب الفيو رينج، انما لو شفتها في 3D هتلاقي الشكل كامل، وتقدر تاخد زي ايمج في قلب المكان دوت، تمام. يعني لو غيرنا الفيو رينج هتبدأ تشوف المبنى كله او الممر ده كله من اول لاخر. يعني ممكن نجي دلوقتي ونقول له كاميرا، وابدأ احدد مكان الكاميرا والمكان اللي انا هبص ليه يظهر لي بالشكل دوت. تقدر بقى تعمل الأرضية تحت، تقدر تعدل زي ما انت عايز، بس شغل البرماتيك اهو ظهر قدامك. ده مثال بسيط، وإن شاء الله على قناة بيمربيا هندخل في أمثلة أكثر تفصيلا.